ومعنا مشاهدينا من القاهرة الكاتب الصحفي دكتور محمد الباز. مرحبا بك معنا دكتور محمد على شاشة القاهرة في هذه الساعة. إذن الكلام عن تمويل إسرائيل لحماس ليس بالجديد، لكن بعد 7 أكتوبر أخذت هذه المعلومات تتفاعل أكثر لدرجة اتهام نتنياهو بتمكين الحركة عمدا لعقود كجزء من استراتيجية تخريب حل الدولتين. كيف تعلق وتعقب على هذه المعلومات؟ خلينا نبدأ من ما يمكن أن نسميه بحرب إعلامية بتحاول إسرائيل أن تستر بها الفشل المتكرر منذ 7 أكتوبر في مواجهة الأحداث على الأرض. الحقيقة إسرائيل عسكريا ومخابراتيا وأمنيا فشلت بشكل كبير جدا، مما دعاها أن تستخدم الإعلام في محاولة إلى تشويه الآخرين والإساءة إلى الآخرين، اعتقادا منها أن هذا يمكن أن يبرئها أو يمكن أن يعني يبرر ما تفعله. الفشل اللي إسرائيل النهاردة الحقيقة بتؤكده هو ما بتروجه عبر صحفها وعبر مسؤولين، يعني بتقول أنهم مسؤولين سابقين في الموساد على أنه هذه الأسلحة مصدرها مصر على سبيل المثال. رغم أنه كل الوقائع من البداية بتقول أنه إسرائيل متورطة وبشكل واضح وكبير في صناعة حركة حماس والإبقاء عليها وتسليحها. المسألة دي بتبان لنا من إيه؟ بتبان مثلا أنه إسرائيل بشكل واضح جدا كانت هي اللي حافظت على إمداد شهري لحماس بمبلغ 35 مليون دولار شهري، والفلوس دي كانت بتروح كاش لحماس، وكان نتنياهو بيسهل دخول هذه الأموال لحماس دون أن يسأل نفسه على أنه حركة مقاومة ما الذي ستفعله بكل هذه الأموال إلا أنها تكدس السلاح بهذه الأموال. دي نقطة. النقطة الثانية أنه إسرائيل أيضا كانت ضالعة في السماح لهذه الحركة اللي بترعاها ببناء الأنفاق بحجم ضخم جدا، والأنفاق دي هي اللي احنا عانينا منها لأنه دخل سلاح من هذه الأنفاق. واعتقد أنه الجيش المصري الحقيقة قدم ظهر الشباب وفي مواجهة الإرهابيين اللي كانوا بيستخدموا هذا السلاح القادم من غزة. وعندي في سؤال مهم جدا لابد أنه يعني الإسرائيليين حتى اللي تلقوا هذا الكلام يسألوا نفسهم، مافيا تجارة السلاح في إسرائيل والسلاح الإسرائيلي اللي بنلاقيه دايما في إيد المقاومة، يعني المقاومة أو الحركات دي بتواجه إسرائيل بالسلاح الإسرائيلي نفسه، فكيف وصل هذا السلاح إلى حركة حماس إن لم تكن إسرائيل وراءه، سواء من مافيا تجارة السلاح أو حتى لا أستبعد إنه مسؤولين في الجيش الإسرائيلي هم اللي بيتاجروا بهذا السلاح وبيمنحوه لحماس. ذكر في هذه التفصيلة دكتور محمد، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز بأن هذا هو من خلال الذخائر الإسرائيلية نفسها التي أسقطت على غزة ولم تنفجر وبالتالي أعيد استخدامها مرة أخرى من قبل حركة حماس. هذه حجة يا فندم، هذه حجة تحتاج إلى دليل أو مبرر يحتاج إلى دليل لابد أن تقدمه إسرائيل، لكن الوقائع بتقول إنه هناك مافيا لتجارة السلاح. لا أستبعد أن يكون هناك مسؤولين رسميين إسرائيليين هم من يتاجرون في هذا السلاح ومن يمدون حركة حماس به، لأنه إحنا هنا بنقرأ الوقائع. إسرائيل اعتادت طول الوقت على الكذب، اعتادت طول الوقت على الادعاء، بتستخدم آلة إعلامية. النهاردة ما الذي تريد أن تفعله إسرائيل؟ هل تريد أن تسيء إلى الجيش المصري؟ طيب إذا كنت أنت بتريد إلى الإساءة إلى الجيش المصري، فالجيش المصري أثبت عبر سنوات طويلة جدا الحفاظ على الأرض، مواجهة الإرهاب، الحفاظ حتى على معاهدة السلام اللي إسرائيل لم تحترمها طول الوقت، كانوا بيجندوا جواسيس وكانوا بيمولوا عمليات إرهابية وفي إرهابيين كتير جدا كان بيتم القبض عليهم أو بيتم التعامل معهم، وكنا بنلاقي سلاح إسرائيلي مع هؤلاء الإرهابيين. الجيش المصري النهاردة هو اللي حفظ لهذه المنطقة استقرارها. طيب لكن الملفت أيضا دكتور محمد في هذا المسار هو أنه وسائل الإعلام الإسرائيلية ما زالت تلاحق مصر حقيقة بجملة من الأكاذيب والشائعات، لماذا برأيك؟ هنا بصي، هنا السبب الرئيسي
انه طبيعي انها تلاحق مصر تحديدا، مصر الكيان الكبير الضخم اللي هو بيشتغل على الارض واللي هو بيواجه على الارض بشكل حقيقي، سواء بيواجه الارهاب او بيواجه مؤامرات اسرائيل، ففي النهايه هو لازم يحمل على كيان كبير. ثاني حاجه انه باي شيء ستبرر اسرائيل فشلها، باي شيء ستبرر اسرائيل اخفاقها الا بمثل هذا الادعاء اللي بتتكلم على انه ما فيش يعني اتقان او في حجم للمسؤوليه عن المنطقه ولذلك السلاح. طب ما يشوفوا المعبر بتاع كرم سالم والاسلحه اللي بتسرب من خلال. انا بتكلم على محاوله يائسه من اسرائيل، اساءه الى مصر والاساءه الى الجيش المصري بادعاءات ليس عليها دليل، حتى في فقه الإعلام عندما ينسب مقال مشهور في جريدة إسرائيلية لما يسمى بمسؤول سابق في الموساد، من هو هذا المسؤول على وجه التحديد؟ يعني تجهيل المصدر نفسه، واحد يقول لك عصده مسؤول في جهاز سيادي، تجهيله إذا كان هو مصدر سابق لماذا لم يتم الإعلان عنه؟ أنا شايف أنه ما يحدث هو محاولة يائسة من إسرائيل لستر فشلها والتغطية على فشلها وتبرير فشلها امام المجتمع الاسرائيلي، انهم يقولوا طب لدرجه انها تراهن على علاقاتها مع مصر وهي تعلم جيدا بان لها علاقات تاريخيه كبيره مع الشعب الفلسطيني. دكتور محمد، اسرائيل تتصرف الان تصرف يائس، يعني الصدمه اللي هي فيها بيخليها الحقيقه بتتصرف بشكل فيه خلل كبير جدا دون ان تحسب حساب زي ما حضرتك بتقولي لعلاقتها او الى ثقل دولة زي مصر عندما تجد مثل هذا الاتهام من اسرائيل. هذا الاتهام اعتقد انه سيكون له ما وراءه حتى في العلاقة، هذه جرأة وحماقة اذا جاز التعبير، يعني هذه حماقة عندما تصوغ هذا الاتهام دون ان يكون دليل لديك، دليل مجرد كلام في الهوى، كلام انشائي لا دليل عليه، لا وقائع، لا اسماء، تصرف من باب الخلل ومن باب الربكة اللي إسرائيل بتعاني منها الحقيقة من 7 أكتوبر حتى الآن. كل المؤشرات كل الدلائل، والكلام ليس في الإعلام المصري فقط وليس فيما أقوله لحضرتك فقط، ولكن استشهاداتك الآن دي ما نشرته الصحافة العالمية والصحافة الأمريكية تحديدا يدين إسرائيل بشكل كامل أنها من تقف وراء تسليح حماس وأنها من تدخل هذا السلاح لحماس، سواء عبر المافيا اللي بيتاجروا او عبر حتى مسؤولين بيتكسبوا من ذلك. واذا كانت اسرائيل تريد ان تعرف الحقيقه فلا بد ان تقوم بتحقيق داخل مؤسستها العسكريه، يعني يكلمون عن الفشل في المؤسسه العسكريه الاسرائيليه، يكلمون عن الفساد في المؤسسه العسكريه الاسرائيليه، يكلمون عن حركات التمرد في المؤسسه العسكريه الاسرائيليه. يعني اذا كانت هذه دوله تريد الانصاف فلا بد ان تبدا من محاكمة نفسها ومحاكمة مؤسساتها ومحاكمة من يدخلون السلاح إلى حماس في غزة. أزيد أيضا من ما ذكرت من وسائل إعلام عالمية، وفقا لتحليل أجرته شبكة CBC نيوز دكتور محمد، تحدثت الشبكة في تحليلها أو طرحت بالأحرى هذا السؤال، يعني كيف عادت سياسة نتنياهو تجاه حماس لتطارده وتطارد إسرائيل؟ بصي هقول لحضرتك على حاجة، هذه قاعدة أساسية وجربت قبل ذلك. من صنع تنظيم القاعدة؟ المخابرات الأمريكية صنعت تنظيم القاعدة، فانقلب تنظيم القاعدة على الأمريكان وقاموا به عملية 11 سبتمبر. السؤال يتكرر الآن، من الذي صنع ودعم وقوى ويعني وكان حريص على وجود حماس وتقوية حماس في مواجهة السلطة الفلسطينية؟ إسرائيل والمخابرات الإسرائيلية. الآن عندما تنقلب حماس وعندما تواجه حماس إسرائيل بسلاحها فلا شيء جديد على الإطلاق. هذه قاعدة، أنه لما العرب زمان قالوا سمن كلبك يأكلك، وما يحدث الآن هو تطبيق لهذه القاعدة العربية، المثل العربي الشهير سمن كلبك يأكلك. هم صنعوا حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، صنعوا حماس لإحداث فتنة، أمدوها بالسلاح، أمدوها بالأموال، والآن حماس هي التي تواجه إسرائيل، فيعني من أعمالهم سلط عليهم كما يقول. أشكرك جزيلا، كنت معنا من القاهرة الكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز.